هما الإخوان لسه موجودين؟ لسه موجودين وسطينا؟ موجودين وسطيك. هذا العمل او هذه النوعيه من الاعمال الرخيصه، الحركات القرعه دي، بتمثل انعكاسا للوضع المأزوم للاخوان. حصل ده في جرأة شديدة، المقصود بها ان الجرأة دي تتحول الى ظاهرة، الظاهرة دي تنتشر فيحصل تأجج شعبي داخلي والناس تبدأ تتحرك على الارض. دي كارثة، كارثة كبيرة.